السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ متابعة قناة مطبخ خديجة المتنوع، ان شاء الله يا ربي تكونوا احوالكم كلها طيبة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد السلطة اللي كتجي باردة في هذا الصيف بما انه كاين الحرارة، فغادي نقدمها مع بعضياتنا. كيف ما كتلاحظوا واحد السلطة ديال سلطة ماري كي كيقولوا لها هنايا، وهي يعني من انواع ديال الحوت ديال يعني البيض اولا ديال يعني بدون عظم ولا. فغادي نقدمها الزوج ديالي. فهنايا بسم الله على بركه الله، فغادي نحتاج واحد لاسيبيا، ما عرفتش انا شنو سميتها بالعربيه ولكن سميتها لاسيبيا. هذا واحد النوع ديال الحوت اللي ما فيهش العظم، كناخذوه وكنقطعوه وكنسلقوه، شويه تاع الكالامار، شويه تاع الكروفيت عفوا، شويه تاع الكالامار، وكذلك شويه تاع الاخطبوط. فخديتهم كلهم وسلقتهم مع شويه ديال الماء وصفاهم. هادو بالنسبه للانواع ديال الحوت، فانتوما يمكن لكم تدخلوا اي نوع اللي بغيتو نتوما، اكثر اقل اللي عجبكم. فغادي ندوزو مباشره نديرو المقادير نتاع الخضره او المرافقات اللي تيكونوا معاها او اللي يمكن اي تخلطوا معاها. فهنا عندنا الكرافس كيف ما كتلاحظوا، فكينقيه بهذا الشكل هذا. عندنا العروق ديال الكرافس ماشي الورق، فالعواد ديالو. وعندي واحد شويه ديال الفجن، نتوما يمكن لكم تاخذوا اي كميه، وكذلك خيزو لك كان متوفر، انا ما كانش عندي متوفر فاكتفيت غير بهذه الاشياء. المهم هو كيوريكم الطريقه كيفاش كي ينقيه، زعما تينقيه بهذيك الاله. وبالنسبه للصوص او العصير اللي غادي نحتاجه في هاد السلطه، غادي نحتاجو حامضه كامله، شويه نتاع زيت الزيتون، شويه الملح، وشويه تاع الابزار كما تلاحظوا. فهنا غادي يدوز يقطع معكم المقادير او لا يقطع معكم الكرافس كيف ما سبق لي ذكرت. يعني يمكن لكم ديروا الخيزو، ديروا اي حاجه نتوما بغيتوا ديروها معاه، فممكن. لاصوص اللي غادي نرافقوا بها هاد السلطه، فكيف ما كتلاحظوا فهو دار خدا حامضه وعصرها، هذا
هاد المرحله هو راه عصر الليمون ديال حامض كيف ما قلت لكم، كيف ما ذكرت لكم. فغادي يدير واحد قياس واحد جوج ديال المعالق ديال زيت الزيتون، كذلك الملح، ملح واحد المعلقه صغيره، كوز زيتي، اللورا مسكيامو اولا تنخلطو، غادي نخلطو مزيان ومن بعد غادي نحطو كلشي. هاد السلطه هادي غادي نديروها في البول. ها هو دار لاسيبيا، لاسيبيا ما عرفتش البنات شنو هي بالعربيه، تتقولوها لي بايطاليا، الكالامار، الاخطبوط، والكروفيت. غادي يخلط بحال هكا كيف ما كتشوفوا. ميني كوبر بيدير باني كوزي انتما كيف ما كتشوفوا كتشهي صراحه. انا كنموت عليها، كتعجبني هاد السلطه، احسن سلطه كتعجبني هي هادي. هي ماشي سلطه طبيعه الحال، هي وجبه متكامله وزوينه صراحه. فزاد عليها هذيك لاصوص وغادي يخلط طبيعه الحال مزيان. وغادي يزيد القزبر المعدنوس، عفوا غيزيد المعدنوس، انا راه كيتخلطوا لي بالقزبر والمعدنوس. كتجي رائعه البنات، الكحول كتجي هائله. وغادي نرفقوها مع الباستا، نتوما يمكن لكم ترفقوها مع اي حاجه، حنايا درنا الباستا غرفقها بالباستا. غادي نخليكم الى طبق نهائي ان شاء الله ونقول لكم سلامة. غادي نقول لكم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله يكون خفيف ظريف على قلوبكم. استمتعتوا معنا ان شاء الله. غادي نخليكم هاي الشلاطه ديالنا كيف ما كتشوفوا، كان هذا هو الطبق يعني بهذا التقديم. نتوما ممكن لكم ديروا اي تقديم بغيتو. فغادي نقول لكم الى فيديو قادم، السلام عليكم ورحمه الله.